وتحدثنا أيضا عن الهيكلية الموجودة ضمن سياق مسألة الآلية لآسيان، ومنها وزارات الدفاع لهذه الدول. وحيث شاركت الوفود الروسية ومنها مبادرة للقاء وزراء دفاع آسيان، وعلى هذا الأساس تم تشكيل مجموعة والتي يمكن أن تكون فعالة في هذه المرحلة. ونحن نشكر العمل الذي قدمه زملائنا في لقاء اليوم وتقييم دور روسيا لإنجاز المشاريع لمكافحة هذا الوباء، وباء كورونا فيروس. ونظرنا أيضا كيف يمكن أن تكون الآفاق لما بعد الوباء وتشكيل الشراكة الأوروآسيوية الكبيرة والتي يمكن أن تشارك فيها دول منظمة شنغهاي وآسيان والاتحاد الأوروبي по нашему убеждению это та самая основа коллективная открытая инклюзивная как принято говорить كان هذا النقاش مفتوحا والذي يمكن ان يسمح بتشكيل نظام جديد لتطوير العلاقات من دون اي خطوط فصل. نحن كنا قد وافقنا جميعا على اعلان مشترك وذكرنا كافة المبادرات التي كانت قد نوقشت، وهناك مبدأ هام по региональным и глобальным делам, نقاشاتنا حول القضايا الإقليمية والدولية، ونحن سوف نستمر بتمسكنا وحرصنا على سياسة ضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وعدم السعي للحفاظ على أمن دولة معينة على حساب باقي الدول. ولقد رحبنا بتطور العلاقات بين دول آسيان والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع منظمة التعاون منظمة شنغهاي للتعاون، ونتائج هذا اللقاء كانت أو ستنشر على موقع وزارة الخارجية الروسية و موقع الرابطة. الآن ننتقل إلى أسئلتكم. طاب يومكم السيد الوزير. نحن نرى أنه في هذه السنة كيف تقيم روسيا الاتحادية لتحول العلاقات مع الفيتنام في تطوير العلاقات في دول آسيا، رابطة دول جنوب شرق آسيا؟ نحن علاقاتنا مع أصدقائنا في فيتنام والشراكة الاستراتيجية وهي معتمدة على أرضية للتضامن لسنوات طويلة، وخاصة في مكافحة فيتنام لحصولها على الاستقلال. وإن أصدقائنا في فيتنام بترأسهم لآسيان، نحن نرى كيف يشاركون بنشاط لتعميق الشراكة الاستراتيجية في إطار العلاقات أيضا بين روسيا وآسيان. وإن قمة
رابطة جنوب شرق آسيا التي تدعو إليها فيتنام في عاصمة هذه الدولة في نوفمبر من هذه السنة. أيضا ستناقش منها من بينها مبادرات التي تقدمت بها روسيا للمكافحة الجماعية للوباء. أما فيما يتعلق بأن فيتنام يمكن أن تلعب دور الجسر بين روسيا ودول جنوب شرق آسيا، فمن حيث المبدأ نحن بيننا شراكة استراتيجية مع الدول التي ضمن هذه الرابطة. На стадии, когда мы только-только завязывали контакты, потом установили диалоговые партнерства, и البداية, наши лидеры на очередном саммите объявили, что это партнерство имеет стратегический характер. أن العلاقة بين روسيا ورابطة ودول هذه الرابطة تعتبر استراتيجية، ونحن نشكر أصدقائنا في فيتنام وكما نشكر الأصدقاء في دول أخرى.